السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات البرلمانية المبكرة. رغم كل المحاولات الحزبية والنفقات المالية الكبيرة لغرض استقطاب الناخبين والإيحاء بأن هناك عملية ديمقراطية شفافة ونزيهة، لكن نسبة المشاركين في التصويت لم تتجاوز 15%. رسخت حقيقة افتقار العملية السياسية للشرعية وتزايد نقمة الشعب ضد أحزاب السلطة. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا في هذه التغطية. سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. حياك الله. أهلا بك. ومن بغداد سيكون معنا أياد الرومي الناشط في التظاهرات. أستاذ أياد، مرحبا بكم. يبدو أنه لم يجز لحد الآن، ولكن نرحب أيضا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. أهلا بكم وبضيوفك الكرام ومشاهديكم الأكارم. حياك الله. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء نتابع معكم هذا التقرير. لم تكن محاولات أقطاب العملية السياسية قادرة على إخفاء حجم الخيبة التي رافقت الانتخابات بسبب المقاطعة الكبيرة التي شهدها الجميع محليا ودوليا، رغم مساعي مفوضية الانتخابات تقديم صورة وردية عن حجم المشاركة. وكالة رويترز قالت إن انتخابات العراق سجلت أعلى نسبة مقاطعة منذ احتلال البلد عام 2003، ونقلت الوكالة عن مسؤولين قائمين على الانتخابات قولهم إن ضعف المشاركة يؤكد تضاؤل الثقة في الزعماء السياسيين، ويشير إلى أن ميزان القوى لن يتغير في العراق، بل إن الأوضاع ستخدم زعماء الميليشيات وتزيد من سطوتهم. وفي سياق مشابه، أكدت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيولا فون كرامون أن عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الاقتراع يحمل رسائل سلبية إلى الحكومة الحالية والحكومات السابقة، مشيرة إلى أن بعثتها شخصت عدة مخالفات وخروقات. ولكن أيضا للأسف رأينا إقبال ضعيف من قبل الناخبين للتصويت. العزوف الكبير لم يكن محرجا للحكومة فحسب، بل للبعثة الأممية في العراق، والتي ظلت رئيستها جنين بلاسخرت تروج بطريقة وصفها مراقبون بالمبتذلة لخيار الانتخابات، مستبقة المقاطعة بالقول إن المنظمة الدولية ستعترف بنتائجها مهما كانت نسب المشاركة. ويؤكد مراقبون أن هذه الانتخابات تعكس النسبة الحقيقية للمشاركة بعيدا عما كان يحدث سابقا من تزوير لإرادة العراقيين، حيث يؤكد مختصون أن نسب المشاركة التي أعلنتها المفوضية اعتمدت فيها على أعداد المسجلين لديها، في حين أن أعدادا كبيرة من الذين يحق لهم التصويت لا يمتلكون بطاقة الناخب أصلا، وفي ظروف مشوهة أفادت الأحزاب المدركة لخسارتها مسبقا. المشاركة المتدنية التي أسفرت عنها الانتخابات تعكس حالة الغضب والنقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة وما خلفته من فساد وخراب ضرب كل مؤسسات الدولة، وانعكس على المواطن في معيشته التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، بينما لم ير من النظام سوى الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها مصطفى الكاظمي. نبدأ معكم أستاذ نظير. يعني كما تعرفون، النتائج المزيفة توقعناها من خلال لقائنا بكم يوم أمس، كذلك توقعنا أيضا النتائج المتدنية. 15% كانت نتيجة متدنية، وكانت أيضا في حساباتنا هنا في قناة الرافدين. بماذا تفسر هذه المقاطعة الشعبية الواسعة أستاذ نظير؟ ما السبب في ذلك؟ يعني كما ذكرت حضرتك، النتيجة ليست مفاجئة، ويعني أكثر وسائل الإعلامية أهمية وأكثرها رصانة قد ذكرت مثل هذا الرقم أو قريبة منه، يعني لا. بنسبة 15 أو أقل من 15% هي حجم المشاركة الكلية في هذه الانتخابات. طبعا هذا الأمر الذي لم يعني كنا متوقعين أن تكون هكذا نسبة، أيضا له دلالة على حجم الرفض الشعبي لهذه العملية التي يجمع العراقيين جميعا على أنها عملية غير نزيهة ويشوبها الكثير من التزوير. خذ في بنظر الاعتبار أن هذه 15% من ضمنها يعني التزوير الذي حصل وبيع البطاقات والتصوير
التصويت الخاصة الذي هي عبارة عن أجهزة أمنية مجيرة ومؤدلجة لجهة معينة، فكل هذا يعني تصل الحجم المشاركة إلى 15%، فلك أن تتخيل كم هو حجم الرفض الجماهيري لهذه الممارسة التي لا تمثل الشعب العراقي. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا النسب التي تذكرها المفوضية وتذكرها الأحزاب والحكومة لن تصمد أمام الحقائق التي نطق بها كثير من المحايدين والمراقبين. في انتخابات أستاذ نظير، في انتخابات عام 2018 أيضا خرجت لنا نسبة عالية جدا، ومن ثم تبينت الحقيقة بأنه نسبة المشاركة 18%. الغريب بالأمر أن النسبة التي ذكرت في 2018 مقاربة جدا للتي ذكرت في الانتخابات. يعني في 2018 ذكروا أن نسبة المشاركة 42%، واليوم يقولون النسبة 41%. والشيء المضحك والمفارقة المضحكة أن المفوضية أعلنت أن المشاركة الشعبية كانت 41. فقط بعد زيارة قاآني للعراق. يا ترى ما هي العلاقة الوثيقة ما بين إعلان مثل هكذا نسبة وما بين زيارة هذا الرجل الذي يريد أن يرتب الأوضاع في العراق؟ سأتحول بالسؤال، حقيقة لست أنا من طرحه ولكن أستاذ نظير الكندوري، أستاذ عبد الله سلمان، ما هي دلالات وصول يعني إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد في هذا التوقيت بالذات؟ كيف تفسره أستاذ عبد الله؟ واضح جدا أن العملية السياسية تمر بأزمة كبيرة جدا، لذلك استعجل قيآني للحضور إلى المربع ميليشيات أمن إيران، وهذه بالنسبة لإيران أهمية كبرى أن تكون ثابتة وموجودة من خلال جماعتها في الميليشيات وأحزابها الإيرانية. فوجوده هو دليل على أنه يمرون بأزمة كبيرة جدا، نظمها تدني نسبة المشاركة وأيضا النهوض الشعبي ضد إيران، وهذا ما دفعه لترتيب البيت الإيراني داخل العراق للقيام بأعمال القيادة السياسية للمرحلة القادمة. فقيآني دوره دائما أو يعني قبل سليماني وهذا قيآني الجديد، يعني هو يحاول أيضا مسك الأمور بيد إيرانية أقوى من السابق، لأن العراق في المرحلة القادمة من بعد الانتخابات سيمر بأخطر مراحله بقيادة إيرانية جديدة وتحويل العراق إلى ضيعة تابعة إلى إيران التي أفشلتها ثورة تشرين، لأن كان عبد المهدي من واجباته أن يطبق هذه العملية. فلذلك قيآني الآن يريد أن يختار من هو يكون رئيس الوزراء الجديد. طيب أستاذ نظير، قيآني هل سينجح في وقوف كحائط صد ضد الصراعات ربما المسلحة التي ستحدث بين الميليشيات المتصارعة في الانتخابات؟ أنا فقط أريد أن أشير إلى أهمية وخطورة الموقف ما بعد الانتخابات، هذا الوضع الآن اللي عليه، والآن كل الأنباء تقول أن هذه النسبة التي وصلت 15% من المشاركة قد تصدر فيها التيار الصدري، بمعنى أن هناك خسارة كبيرة لمن طرف الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران. وبالتالي هذا الاستعجال، يعني أخي هل تعلم متى جاء قيآني؟ جاء الساعة 2 بالليل. صور يعني صحيح. في وقت غير مناسب، ولا هو شخصية مثلا دبلوماسية أو سفير أو وزير أو أي شكل من الأشكال الذي يمكنه أن يتبادلون زيارة، إنما هو رجل عسكري تابع يعني قائد لفيلق القدس، فهو لربما مجيئه هو يريد أن يلحق مشكلة كبرى ستحدث، وهذا أيضا يعزز السبب في عدم نشر النتائج كما قالوا أنها ستنشر خلال 24 ساعة. بينما الأمر يعني تجاوزنا 24 ساعة وتم إصدار فقط لعشر محافظات باستثناء مثلا بغداد والموصل اللي هي الثقل الأكبر، 69 مقعد. وهذا كله يثير شيء من الضبابية ويثير الشكوك عند الجميع بأن هناك لعبة يتم ترتيب يعني أطرافها. وقيآني أظن يعني زيارته مهمة جدا
إلى بغداد للحيلولة دون اشتعال فتيل المعارك ما بين هذه الميليشيات. يعني سيوزع المناصب مثلا، حضوره سيوزع المناصب، يعني هو يريد أن يقلد دور قاسم سليماني، المقبور قاسم سليماني. طيب. في محاولته في كل مرة نزع فتيل التوتر ما بين هذه الميليشيات، لكن يا ترى هل قاآني يستطيع أن يلعب نفس دور قاسم سليماني؟ أنا أشك في ذلك، استنادا لتاريخه، يعني هو بمنصبه بقرابة السنتين. نعم. لم يحقق الإنجازات التي حققها قاسم سليماني، وبالتالي لربما تنفلت الأمور في العراق، ويعني يتم التعبير عن هذا الخلاف ما بين الصدريين وما بين الميليشيات الولائية إلى صراع حقيقي على السلطة. سيسمي رئيس وزراء مثلا؟ هل باستطاعته ذلك؟ أظن لا يستطيع الوصول إلى هذه المرحلة. هو إذا نجح في عدم حصول احتراب عسكري ما بينهم في الشوارع، طيب، هذا يعتبر إنجازا، لكن يا ترى هل يستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك ويجعلهم يتفقون على شخصية توافقية لتسميتك رئيس وزراء؟ أنا أظن في هذا الأمر ربما هذا يحتاج إلى شهور للوصول إلى هذا الهدف، كما حدث في دورات انتخابات سابقة. أخرى سابقة، يعني تجاوزت 8 أشهر وتسعة أشهر لتسمية الحكومة. أستاذ عبد الله، المقاطعة، نعود إلى موضوع المقاطعة، هل أن المقاطعة أثبتت أن النظام السياسي فشل فشلا ذريعا في العراق بعد 18 عاما من توليه زمام السلطة في العراق؟ هل تعتقد ذلك أستاذ عبد الله؟ ثورة تشرين وما جرى من ورفع شعارات لفشل هذا النظام يؤكد أن هذا النظام السياسي الذي انبثق من رحم الاحتلال فاشل 100%، ولذلك هو لم يحقق أي شيء. وهذا التدني في انتخاباتهم، طبعا هذا التدني في الأرقام هو عنوان واضح لفشل هذه المنظومة، حتى لو حسبنا أن هذه النسبة لعدد أحزابهم يعني وعدد المنتمين لهم والتابعين لهم يعتبر عدد قليل جدا، وهم لا يخجلون من هذه المسألة، لأنه النائب رئيس البرلمان الأسبق همام حمودي قال احنا لو 10 أشخاص فقط يذهبون للانتخابات هذا يكفينا ان نستلم السلطة، لانه السلطة اصلا هي مقسمة، قسمها بريمر وبقيت التوافقية الى حد هذا اليوم، فالكتلة الإيرانية هي التي ستقود هذه المرحلة والمراحل السابقة. فلذلك النسمة المتدنية بالتأكيد نقمة شعبية واضحة، وتدني الخدمات والفساد هذا من أكبر من أول شعارات ثورة تشرين، وثورة تشرين هي اللي أسقطتهم شعبيا وجماهيريا، وأسقطتهم أفقدت عنهم الشرعية التي كانوا يحاولون أن يتطوها على أنها شرعية شعبية لهم. أستاذ نظير، هناك من اعتبر هذه النسبة الكبيرة من المقاطعة الشعبية اعتبرها ضربة موجعة للعملية السياسية لا تقل تأثيرا عن ثورة تشرين، كما تفضل الأستاذ عبد الله وقام بذكر ثورة تشرين المباركة. هذه المقاربة دقيقة تعتبرها أستاذ نظير؟ يعني أنا أتفق مع هذا المنحى، كون أن هذه المقاطعة ربما ترتقي إلى مستوى عالي جدا من الأذى الذي لحق بهذا النظام. نعم. وأنا قلت سابقا وأكررها دائما بأن الشعب العراقي ولا سيما الشباب العراقي هم يعني عقول خلاقة، لديها دائما أساليب جديدة في مقارعتها لهذا النظام. فكما يعني حصل في السنتين الماضيتين، خرجوا بتظاهرات كبرى، تظاهرات سلمية، ورفعوا شعارات وطنية ومدنية. نعم. يعني حركت المياه الراكدة في هذا البلد بشكل كبير وهزت عرش هذا النظام. اليوم يتخذون أسلوبا جديدا وهو مقاطعة هذه التي يسموها بين قوسين عملية ديمقراطية، وأحرجوا النظام وجعلوه فاقدا للشرعية، كون أن الشعب رافض لهذه الأحزاب برمتها. والشيء الآخر هو ما يعده الشباب إلى ما بعد هذا الحدث، هناك أحداث كبرى اليوم، يعني نستطيع أن نقول منذ اليوم سينطلق الحراك الجديد، سينطلق الصراع الجديد. هذه كانت نقطة البداية، نقطة الانتخابات، سيكون هناك صراع ميليشياوي، سيكون هناك صراع ما بين أقطاب هذا النظام،
وبالمقابل سيكون للشعب العراقي أيضا دوره في محاربة هذا النظام بكل رموزه، سواء شخصيات أو أحزاب أو ميليشيات. لذلك أنا أقول أن المستقبل هو لهذا الشعب، المستقبل للفكر المتنور الذي يحمله الشباب العراقي، وهؤلاء سيكونون من الماضي. كون أنها يعني حركات وأحزاب وميليشيات ظلامية لا تريد الخير لهذا البلد، بينما هؤلاء الشباب يحملون فكرا متنورا، يبتغون مستقبلا رائعا لهذا البلد، وسيكون المستقبل لهم. ولكن أوصيهم بالصبر، وإن أي صراع وأي منازلة ما بين الحق والباطل تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى ديمومة الصراع، وتحتاج إلى فكر خلاق يبتدع أساليب جديدة في نضالهم. فالمستقبل، أنا أوجه ندائي لهذا الشباب، المستقبل لكم وليس لهؤلاء الظلاميين. طيب، أنا رحب باسمكم ضيوفي الكرام مشاهدينا بالأستاذ أياد الرومي، ناشط في تظاهرات بغداد من العاصمة بغداد. أستاذ أياد، مرحبا بكم. أستاذ أياد، ماذا يعني لكم نجاح المقاطعة الشعبية التي دعا إليها المتظاهرون؟ إلى أي مدى باتت التظاهرات لها اليد الطولة في التغيير الذي ينشده كل العراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نحن اليوم نتعرض للكثير من الخطط اللي تحاول إجهاض ثورة تشرين العظيمة المباركة، ولكن من الخطط هي الانتخابات المبكرة اللي احنا صح طالبنا بيها، لكن طالبنا بيها في المادة 64 من الدستور في بداية المظاهرات. قبل ما نخسر دماء، وقبل ما نخسر أكثر من 1000 شهيد و25 ألف جريح، والآلاف المفقودين والذين هجروا قسرا. النتيجة اليوم الانتخابات هي إسعاف، يعتقدون الأحزاب الفقط تعتقد بأن هذا إسعاف فوري لهم، وأنه القضية انتهت. ولكن بفضل الله وبفضل النشامة اللي قاطعوا وآمنوا بالقضية العراقية، لأنه ما بني استنادا على الحكمة اللي تقول ما بني على باطل فهو باطل، لأن حكومة 2018 اللي أنتجت لنا حكومة القناطين في حينها لم تصادق المحكمة الاتحادية على تلك الانتخابات المشؤومة الأخرى. أنتجت لنا حكومة القناطين ثم حكومة الكاظمي الذي لم يفي في أي وعد من وعوده للشعب العراقي أو لثوار تشرين. لذلك ارتأت ثوار النشامة إلى مقاطعة هذه المهزلة الانتخابية، وقد نجحت المقاطعة نجاحا باهرا، حيث أنه عندنا كثير من الشباب الأبطال اللي صوروا أماكن الانتخابات، المراكز الانتخابية، وكان التوافد لهذه المراكز الانتخابية توافد مخجل جدا، قد لا يتعدى 3% أو 4%. اليوم اللي يقول أن الانتخابات نجحت، نقول لك قنع نفسك بهذا الكلام. الانتخابات ما نجحت، لأنه في المادة 5 من الدستور الشعب هو مصدر السلطات والتشريع والقانون وفق الاقتراع السري. نعم، وفق الاقتراع السري. أنا أتفق معك ومع كل من يتكلم اليوم في الدستور ويقول أن الانتخابات فيها قانون يبطل الانتخابات. لا، أنا أقول له الدستور رغم تحفظنا على بعض بنود الدستور. لذلك هذه المادة 5 تعطي الشرعية للشعب. اليوم الشعب رفض هذه الانتخابات، وبما أنه الانتخابات ديمقراطية بمعنى 50+1 أو 5+1، بالنتيجة اليوم انطين النسبة الحقيقية اللي شاركت في الانتخابات. لذلك راح نلقى أنه هذه الانتخابات هي انتخابات باطلة وفق التأييد الشعبي للمقاطعة. كان تأييد باهر، وكانت النتيجة مفرحة جدا للثوار. اليوم المقاطعة نصرت دماء الشهداء اللي صفوا في ساحات الاحتجاج، والجرحى اليوم اللي ما ندري بهم 25,000 جريح. نعم 1000 شهيد، ولكن من الممكن ان يكونوا من ال 25,000 جريح 5,000 شهيد النوم. لانه هذول الشهداء اللي ما حصلوا حتى علاج بهذه الدوله، دولتنا الحبيبه العراق. ولكن للاسف فرق ما بين الدوله والحكومات المتعاقبه
التي جاءت على ظهر رقابة المحتل. أستاذ أياد، على سبيل المثال يعني مثلا ائتلاف علاوي الذي يشارك في العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى الآن، أكد أن المقاطعة الجماهيرية للانتخابات تعد أكبر دليل على فشل النظام السياسي في العراق الذي بني بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. أنت كناشط سياسي يعني بعد هذه الانتخابات والنسبة المتدنية في المشاركة جدا، يعني ماذا تبقى من النظام السياسي في العراق؟ والله أنا أقول إذا تبقى ما وجه لهذا النظام السياسي، عليه أن يرحل وعليه أن يذهب إلى الدول التي يواليها وأقسم على ولائها. اليوم عندنا فقرة أربعة، المادة رابعة، المادة 18 فقرة رابعة من الدستور اللي تخص عدد الجنسيات. لذلك اليوم هذه المقاطعة هو عرس تشريني وبشرى للعراقيين أن ثورة تشرين أصبحت اليوم ثورة فكر ووصلت لكل بيت عراقي. اليوم هذه المقاطعة بغض النظر عن من هو القائل، لأنه القائل أعتقد أنت قلت أياد علاوي، هو اشترك بالعملية السياسية وهو مؤمن بهذه العملية السياسية. نحن لا نؤمن ولا نصافح من جاء على ظهر دبابة المحتل. ولو تكلمنا عن المحتل وما جاء به المحتل الخراب العراقي، الدمار العراقي، شهداء وجرحى وفكالة ويتامى، اليوم المدن العراقية اللي انباعت والحدود اللي نفذت والخيرات العراقية اللي يتنعم بها هذا السياسي. عندنا سياسيين يزقون ولدهم الطيارة، وعندنا نشام اليوم يلتحفون الأرض ما عندهم عشانينا. هذول العراقيين اليوم أثبتوا بأن هذه المهزلة الانتخابية هي مهزلة انتخابية باطلة وضحك على ذقون العراقيين. لذلك وعى الشعب العراقي اليوم، العراقيين الأبطال قالوا كلمتهم، قالوا لا بكل مصداقية وبكل ثبات. لذلك على العراقيين الأبطال أن يتهيئوا إلى القادم، فإن القادم سيكون عظيم، والقادم إن شاء الله ستسترد هذه الأراضي العراقية. اليوم الكثير يقولون أن العراق ما محتل، لا، العراق محتل ومن أكثر من دولة. لا يجي واحد ويسوي مياه جمرة وربيع ويقول والله العراق لا ما محتل والعراق مستقل. أنا أتحدى مسؤول عراقي رفيع المستوى، خلي نقول رئيس مجلس الوزراء، الناس يقولون رئيس الوزراء، لا، رئيس مجلس الوزراء أتحدى أن يتخذ قرار عراقي حقيقي وطني رصين، إذا ما يوافقون إلى زيد وعبيد، وإذا ما يطبق السفارة الفلانية والفلانية. هذا الكلام اليوم العراق. نعم. العراق العظيم قال كلمته. سؤالي الأخير لحضرتك. الصبر نفذ. نعم. سؤال الأخير لحضرتك أستاذ أياد، هل هناك ثورة تشرين جديدة بعد هذه النسبة الضئيلة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة؟ هل هناك نتوقع ثورة جديدة بعد هذه النسبة الضئيلة في الانتخابات؟ أعتقد أنه أنا أشرت لهذا الموضوع بالجواب الثاني لما قلت أنه الخير جاي إن شاء الله، ولكن ليس كل ما يعرف يقال، والأيام كلها مفاجآت، ولا يفرحون بهاي الانتخابات هزيلة، لأنه حتى إذا كائن من يكون اليوم يدعمهم، الشعب هو مصدر السلطات والتشريع والقانون. ثورة تشرين العظيمة لما خرجت يوم 1/10 هذا كان نتاج الانتخابات الفاشلة ب 2018. إذا كانت تلك الانتخابات هذا الفشل، ذاك الفشل، شلون راح تصير هذه الثورة إن شاء الله بوجود النشامة اللي راح يطلعون بإذن الله تعالى بعد هذه الانتخابات اللي أكثر كذبا وأكثر تزويرا من تلك الأولى. أنا أشكرك الأستاذ أياد الرومي، ناشط في تظاهرات بغداد، حدثتنا من بغداد، مشكورا، شكرا جزيلا لكم. أستاذ عبد الله سلمان، العراق قبل ثورة تشرين يختلف عن عراق ما بعد ثورة تشرين. الأمم المتحدة من فكت يعني تدعم بكل قوتها العملية السياسية في العراق والنظام السياسي في العراق. ما هو موقف الأمم المتحدة الآن بعد هذه النسبة الضئيلة في الانتخابات؟ الأمم المتحدة تتبع النظام الدولي اللي هو بريطانيا وأمريكا وإيران. نعم. وهي غير قادرة على اتخاذ موقف آخر. ثم الأمم المتحدة لو أرادت أن تخدم العراقيين لوقفت وسألت على من قتل ثوار تشرين. الأمم المتحدة جاءت ببلاسخر من فضيحة فساد عام 2017 لها عندما كانت وزيرة الدفاع في هولندا
في وهناك فضيحة استقدمت على أثرها إلى البرلمان الهولندي وقدمت استقالتها نتيجة حدث معين خاص بهم في مالي، وتشوبه كثير من المساوئ هذا الحدث. فعندما أقيلت مباشرة تم استدعائها وانتدابها إلى العراق. هذه في الحركة الدبلوماسية هذه معيبة بحق الأمم المتحدة، وإحنا أسلفنا سابقا وعن طريق وعن من خلال قناتكم الكريمة أن الأخ الشهيد وهاب إيهاب الوزني اتهم بلاسخر علنا انك تغطين على من قتل الثوار تشرين وانت متهمه بالرشوه، والامم المتحده لم تفتح اي تحقيق ولا تسال ولا تجيب. هذه الامم المتحده بالتاكيد لا تهمها النتائج، وهي مركونه بمواقفها الى امريكا وبريطانيا وايران، ولا تستطيع ان تقف موقف اخر، ولا تعنيها شيء النسبه. يقول لك النسبه ما عندها مانع ان تزور ما مثل ما تزور مثل ما يزور النظام العراقي. يعني الموضوع عدم احترام للشعب العراقي، وهناك قرار دولي انه هذا النظام في العراق يجب ان يمارس دوره في انهاء العراق كدوله وتفكيك الشعب العراقي وقبول. يعني احنا شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي واثبت كثير من الصحف ان مسؤوله البعثه الامميه للمراقبه يعني موجود في ملابسها فقط إشارة بالعربي بالكردي والإنجليزي. وهذا يعني دولة تجي أنت إلى دولة عربية ما تكتب حتى يعني بالعربي، وتكتب ليش تكتب بالكردي مثلا؟ يعني إذا أنت ما تعرف أن العراقيين شنو لغاتهم، يعني أنت تعرف أن العراقيين عندهم لغة كردية ولا ما عندهم؟ تعرف الأغلبية العرب ما عندهم لغة عربية. هذا هو التزوير، هذا هو الانبطاح إلى أمريكا. فالأمم المتحدة جزء لا يتجزأ من النظام الدولي المتواطئ ضد الشعب العراقي. أستاذ عبد الله، 15% نسبة مشاركة، لكن يعني هل ستعترف الأمم المتحدة بالنظام السياسي القادم وكيف ستتعامل معه؟ بالتأكيد تتعامل معه، لأن هي على أساس قاعدة تدمير الشعب العراقي. هي لا يهم الشعب العراقي ولا تهمها النسب، وهي لم تذكر النسب المعينة، لم تذكر من النسب. هي تأخذ النسب من المفوضية وتعتبرها إيجابية، ثم لا يوجد في النظام الدولي حقيقة يعني فتقية معينة للانتخابات التي تخص هذه المناطق. يعني لا توجد نسبة مشاركة لا عند في الدستور ولا عند الأمم المتحدة تؤكد كم هي النسبة التي تكون هذا النظام غير شرعي. لم تحدد النسب، يعني لم تحدد نهائيا ما هي النسبة، 10% 15% 20% أن يكون شرعي أو غير شرعي أو 50%. هاي الإشكالية الدولية بحقيقة إشكالية في القانون الدولي هي، وليس إشكال فقط يعني في ما يخص العراق. أما المشاركة فلا يهمهم النسب، النسب مهما تكون هم قابلين على هذا النظام، وهذا نظامهم، وأمريكا لا تستطيع أن تخسر هذه التجربة، لأنها بقى المسألة الوحيدة، لأن أمريكا تمر بأزمة دولية خانقة بعد انسحابها من أفغانستان. أستاذ نظير، مسؤول فريق مراقبة الانتخابات الأوروبي قال، دعني أقرأ لو سمحتم لي، قال أنه يتوجب على القوى السياسية التوقف أمام تأثيرات هذه النسبة المتدنية للمشاركة الشعبية في الانتخابات. هذه القوى هل ستأخذ بهذه النصيحة؟ يعني والله أنا أستغرب، يعني كيف لهذه القوى السياسية تمارس السياسة وتستلم مناصبها والانتخابات لم تتجاوز في أفضل التقديرات عن 15%؟ يعني هذا دليل على رفض الجماهير لكم، لكن يعني هؤلاء السياسيين لا غيرة لهم ولا يعني شعور بالحياة أمام الجماهير. لذلك مثل هذه التصريحات الأوروبية لن تعني لهم شيئا. والحقيقة أنا يعني بهذه المناسبة أريد أن أعرج على موقف كثير من الإعلام الإقليمي والإعلام الدولي كان له موقف سيء. يعني أنا كنت أتابع بعض الإعلام الخليجي يتكلم وكأن هذه الانتخابات كانت نسبة المشاركة فيها 90%، ويتصرفون نجاح الانتخابات
نجاح الانتخابات، يعني أنتم على ماذا تراهنون؟ أنا أعرف كل هذه القنوات الخليجية هي تابعة لهذه الأنظمة، وبالتالي هذه الأنظمة ماذا تفكر حينما تخذل الشعب العراقي؟ يعلمون تمام العلم بأن الشعب العراقي رافض لهذا النظام ولا يريد بقاءه، ومع ذلك الإعلام الخليجي يروج لهذا النظام ويروج للنفوذ الإيراني. شوف المفارقة، يعني مجرد صارت مفاوضات ما بين إيران وإحدى الدول الخليجية انقلب إعلامهم وبدأ يمدح الممارسة الديمقراطية التي تحدث في العراق. التاريخ لا يغفل مثل هذه الأمور، والشعب العراقي لا ينسى من أساء له، ويعني هذه دعوة لهذا الإعلام العربي أن يعدل من مساره ويعرض الحقائق بشكل حقيقي. هذا يعني أنا أجدها يعني خنجر في ظهر الشعب العراقي. أكو اختلاف ما بين البعثة الأممية والبعثة الأوروبية بشأن النسبة؟ نعم، اليوم أنا قرأت يعني هناك يعني اختلاف ما بين البعثتين في نسبة المشاركة. البعثة الأوروبية أنا قرأت لها تصريح البارحة، يعني بالرغم من الذي أنت ذكرته، لكن قالوا أن نسبة المشاركة نسبة مقبولة، بينما البعثة الأممية لا، قللت من شأن وقالت أن النسبة متدنية. هذا يعني حتى في هذا الأمر وحتى في هذه المراقبة يبقى الدور السياسي له دور. يعني كما تعلم أخي الكريم، الأوروبيين هم على تناغم مع الإيرانيين، بينما الأمريكان لا، شيء مختلف. ونحن نعرف الهيئات الأممية هي كلها تدار من قبل الولايات المتحدة. لكن أنا يعني أقول أن ربما الولايات المتحدة تريد أن يعني تجعل هذا العزوف الشعبي وربما عمليات التزوير التي حدثت هي ورقة ضغط ضد إيران وضد الميليشيات، تتساوم معها في ملفات مثل الملف النووي أو ملفات أخرى، ولكن ليس في بالهم مصلحة الشعب العراقي. يعني تريد تستخدمها في الوقت الذي يحقق مصلحة أمريكية فقط. طيب مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سنذهب إلى إنفوغراف يوثق أبرز أشكال انهيار وتدهور القطاعات الحيوية على مدى 18 عاما من حكم الأحزاب الفاسدة في العراق، والتي جاءت مع الاحتلال الأمريكي عام 2003. إذا المشاهدين الكرام ضيوفنا، مرحبا بكم من جديد. نناقش في هذه التغطية المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات المبكرة في العراق البرلمانية، طبعا الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق. أستاذ عبد الله، يعني لو نأخذ تصريح للنائب السابق جوزيف إصليوة، كشف عن تهديدات قامت بها الميليشيات للناخبين في محافظة نينوى، هددتهم بحرق مناطقهم وأيضا هددتهم بقطع أصابعهم إذا لم ينتخبوا مرشحيها. هذا التصريح منسوب إلى النائب السابق جوزيف إصليوة، حتى لا يقولون الرافدين يعني هي تصريح من عدها.
هذا التصريح من قبل النائب جوزيف سليوة، يعني انتخابات تحت تهديد السلاح، لديكم في كوبنهاجن مثل هيش نموذج من الانتخابات أستاذ عبد الله؟ يعني نعيد أيضا إلى ثورة تشرين. ثورة تشرين لما نادت بداية في الانتخابات المبكرة وكان أحد مطالبها، لكن كانت مشروطة برفع السلاح عن رقبة الناس. هذا الشرط لم يتحقق. هذا الشرط هو حل الميليشيات جميعها وإعادة وتنفيذ القانون. هذا في فهم مبادئ ثورة تشرين. فهنا لا معنى للانتخابات المبكرة تحت ضياع هذا الشرط أو فقدان هذا الشرط. فأما في أوروبا بشكل عام، في الدنمارك، لا يحق للمرشح يعني أن يبدي يعني أي رغبة أو أي إغراء لأي مواطن، شخص أو مجموعة، سوى أن يقدم برنامجه السياسي الذي يتضمن ما يقدمه من خدمات للمجتمع. وجهة نظر هذا الحزب وهذا المرشح بمستقبل البلد وما يقدمه، لا يحق لأي مرشح لأي أن يستخدم أي قوة. ولذلك لا نجد أنه هناك يعني أحزاب تمتلك هي قنوات إعلامية، لكن أيضا عندما تمارس النشاط الإعلامي في الانتخابات تمارسه بوقت تنظمه الدولة بوقت محدود. لكل حزب له الوقت المساوي بدون تهديد وبدون أي إساءة. نحن نذهب إلى الانتخابات ويذهبون الكثير من الناس في أوروبا إلى الانتخابات بدون أي ضغط من أحد، والكثير لا يذهب أو لا يمارس دوره ويعتبره هو الخاسر. يعني الشخص هو الذي يذهب لأنه لا يختار من البرنامج الأفضل. وهذا ما جرى يعني بالضبط في الانتخابات السابقة في الدنمارك. كان عزوف الجالية العربية والإسلامية في قبلها، وعندما جرت محاولات تثقيف للممارسة تغير الوضع. جاءت الأحزاب التي قد تخدم يعني الجالية الأجنبية في الدنمارك، وحسرت الممارسات اليمينية على المستوى السياسي في أستاذ نظير، الانتخابات التي جرت يوم أمس في العراق وحتى في مسألة التصويت الخاص للقوات الأمنية شابه الكثير من عمليات التزوير حسب الأخبار التي وردتنا من هناك. هل لديكم نماذج من عمليات التزوير؟ نعم، يعني خذ في بالك يعني أنه هذه نسبة التزوير هي ضمن 15% اللي وصلتها هذه الانتخابات. نعم. يعني كثير من يعني وثقت بالفيديو، يعني 15% من ضمنها التزوير، من ضمنها التزوير. يعني النسبة الحقيقية ربما 9% أو أقل، أو يعني كثير من المراقبين يقول هي تتراوح ما بين 8-10% في أقصى تقدير. لذلك يعني كان هناك كثير من الفيديوهات تم توثيق دفع مبالغ، بل حتى لل يعني الناخبين العسكريين يعني بالتصويت الخاص. احنا لا اعرف كيف الانسان يعني لا يستحي على نفسه، هو يلبس بدله عسكريه وياخذ مقابل تصويته مبالغ نقديه وتم تصويره بالفيديو. كذلك ما حصل في صلاح الدين، كيف ان الحشد العشائري يقوم بالضغط على بعض القرى واهاليها بالتصويت لاحد المرشحين او احد زعماء هذه الميليشيات. طيب. والشيء الآخر، أنا اليوم قبل أن أتي إلى اللقاء ذكر لي أحد الأخوة عن عمليات التزوير التي تحدث في الرمادي، كيف أنهم يشترون البطاقات يعني أنا حاولت أستوضح. نعم. البطاقات الساقطة أو يعني الملغية، ملغية لأسباب فنية، مثلا لا تحمل صورة أو أنه الاسم فيه خطأ، هذه يتم جمعها وبيعها بحدود 25,000 إلى 50,000 للبطاقة الواحدة. وثم يعطوها لمن يعني من يجندوهم أيضا بالأموال، يروح ينتخب، ويعني بحيث أنه تكلم يعني عن مفارقة أن أحد الناخبين المشترات يعني مشتره دخل ببطاقة والاسم فيها اسم أنثى
وهو يصوت وهو ذكر. نعم. والتصويت طبعا هذا لا يقومون فيه بأخذ البصمة، إنما يكتفون بالتوقيع. وهكذا رفعوا طبعا هذا منه أي تكتل سياسي يعمل بهذا الشيء. أخاف أقول اسمه يصير مسؤولية على القناة يعني. بس المهم بالأنبار يعني. بالأنبار. أنت نعم. تعرف منه اللي فاز بالأنبار. نعم. فأخي هذا المستوى الديمقراطية اللي يتحدثون عنها. نعم. لذلك أنا أقول إن خيارات الشعب العراقي يعني هي عدم بالتأكيد لن يصبر على مثل هكذا ممارسات ولن يصبر على مثل هكذا ضحك على الشعب العراقي. نعم. الشعب العراقي شعب حي، شعب حضاري. لا يقبل مثل هذه الممارسات، وسيكون لهم موقف ما بعد هذه الانتخابات. أنا أقول هذه الانتخابات صحيح مفصلية وليس كما هم يقولون بأنها جلبت التغيير. الحقيقة سوف لن يحدث أي تغيير، سيكون الرئيس كردي ورئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي ونفس نعم. التشكيلة ونفس الأمور ونفس السرقات ونفس النهب، لا يتغير شيء. من سوف يغير هذا الشيء هو رد فعل الجماهير العراقية. هم يريدون أن يضحكون على العراقيين ويبقون على هذا الحال مستمرين إلى ما شاء الله. لكن هذا الأمر لن يقبل به الشعب العراقي، وإن شئت نتحدث طيب. في هذه الأمور أستاذ عبد الله، في سير العملية الانتخابية لو نتحدث بالمنطق العقلاني، هل يعقل أن تتعطل أجهزة التصويت في الانتخابات تعول عليها السلطة ثم تتكرر هذه المشاكل في عمليات الفرز؟ هل هذه معقولة لديكم أستاذ عبد الله؟ يعني هو هذه من وسائل التزوير ووسائل الـ يعني تشفيه الأرقام وتغييرها، وهذه وسائل معتاد عليها هذا النظام البائس، النظام الفساد الذي يعتمد الغش والتزوير والسرقة. فبالتأكيد هذه كلها وسائل يعني محددة. وإلا يعني إذا رجعنا أيضا الفساد، كيف اشتروا هذه الأجهزة التي تتعطل في أهم مراحلها؟ يعني اليوم لو تشتري أي جهاز قبل أن تطبقه يجب أن تجربه، فكيف أنت جربته وفشل عندك؟ هذا بمعنى أنه عملية الفساد استمرت حتى في شراء هذه الأجهزة. يعني أنت تشتري جهاز حتى يؤدي لك مهمة معينة، فعليك أن يكون هناك خبراء له، هناك خبراء موجودين على اللحظة الحاسمة، وليس على أن تنتظر أو يفشل ويفشل مرة ثانية. هي احتمالين، يا إما الفساد الكبير الذي جاء بأجهزة ممكن هسه لو عدنا أرقام الأسعار يمكن خيالية جدا، وبالتأكيد هم جايبين أجهزة مستعملة وأجهزة قديمة تتعطل ممكن، أو الاحتمال الأكبر مثل أجهزة كشف المتفجرات. أستاذ عبد الله لو أذكرك، مثل أجهزة كشف المتفجرات اللي استوردوها بملايين الدولارات. بالتأكيد. أي نعم. بالتأكيد. والذي قام بالعقد عندنا في كوبنهاجن. نعم. ها. واحد يعني شخصية مريضة نفسيا قام في العقد واستخدم يعني شيء مخجل حتى معيب أن نتحدث به في الحديث. نعم. العام يعني. نعم. فالفساد واضح في كل الأجهزة، لكن العراقيين يشكون أن هذا ليس عطل فني وإنما هو عطل أخلاقي بالنظام نفسه، لأنه هذا النظام يريد أن يستغل أي فرصة لإظهار نفسه على أنه سبب خطأ معين حدث كذا معين، ولا في الحقيقة هي عملية من عمليات التزوير والغش على الشعب العراقي. أستاذ نظير، يعني أردت أن تتحدث عن موضوع ربما سيكون هناك مستقبل مظلم بالنسبة للعملية السياسية برمتها عن طريق شباب ثورة تشرين. مسألة إقدام السلطة على تزييف حقيقة نسبة المشاركة وبالتالي رفعها، هل سيغير من واقع العملية السياسية في العراق؟ لا، هو بالتأكيد لا، يعني لكن رفع النسبة هو يرفع الحرج عن النظام عالميا وأمام الشعب، وإنه هذا البرلمان وهذه الحكومة وكل المؤسسات التي جاءت عبرها الانتخابات هي مؤسسات شرعية وجاءت بطريقة شرعية وبمشاركة فاعلة من الشعب العراقي. هكذا هي تريد، يعني هذا النظام يريد أن يمرر هذه الأمور، لكن الحقيقة يعلمها العراقيين، هم من قاموا بالمقاطعة ويعرفون
النسب الحقيقية لحجم المشاركة. لكن الذي أقول يعني هناك عدة سيناريوهات حقيقة، الباب مفتوحة على سيناريوهات عديدة، لكن ربما نقول ما هو أهمها يعني أنه سيكون احتمالية أنه يكون هناك صراع ما بين بالذات الميليشيات الشيعية أو القوى الشيعية. كونها هي اللي يعني من حقها حسب العرف السياسي من حقها أنه هي شكل الحكومة التي لديها صلاحيات واسعة، لذلك احتمالية حصول تصادم ما بين التيار الصدري ومن يتبعه وما بين الميليشيات الولائية احتمال قائم، ومجيء قاآني هو لهذا السبب للتوفيق فيما بينهم. لكن لنقول في حال أنه قاآني نجح في التوفيق فيما بين هذه الميليشيات، ما الذي سيكون؟ سيكون في أحسن أحواله هو تكرار لتجربة 2018 أو تكرار لتجربة 2014، يعني بمعنى أنه لم يتغير شيء. فما هو رد فعل الفعل الشعبي سواء إذا حدثت يعني حالة اقتتال أو أعيد تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة؟ بالتأكيد سيرفض العراقيين هذه المخرجات، وستكون لهم يعني ردود أفعال حقيقية. الآن المتوفر الآن هناك تنادي ما بين المعارضين والشباب على تفعيل آليات العصيان المدني ومقاطعة رموز النظام والمصالح الاقتصادية المتعلقة بالنظام وبرموزه وبأحزابه. كما تعلم كل الميليشيات والأحزاب لديها مكاتب اقتصادية تنهب وتسرق من مال الشعب كيف ما تشاء، لذلك سيكون العصيان المدني هو يستهدف هذه المصالح الاقتصادية إلى الوصول إلى مرحلة إسقاطه. الشيء الآخر، إذا ما استمر هذا النظام بدعم إيراني أو دعم دولي حتى، بل ربما دعم خليجي جديد، إذا ما استمر في البقاء فأنا أتوقع العراقيين لن يبقوا على هذه الأساليب السلمية، ولا ربما ينحازون بالقوة إلى اتخاذ الأساليب الغير السلمية لإسقاط هذا النظام. وإلا فمن العيب على العراقيين أن يصبروا على هذا المذلة وهذا الحكم البائس لهذا البلد. أستاذ عبد الله، هناك تأكيد من الميليشيات بأنها ستدخل بقوة إلى البرلمان القادم. هنا سؤالي، ماذا ينتظر العراقيون من برلمان غالبيته من الميليشيات ومدجج بالسلاح؟ ما الذي ننتظره؟ كل عملية انتخابية يجب أن تنتج قوة قيادية وطنية إلى النظام، لكن أنت لما تذهب أو نتائج الانتخابات مفروزة على أساس طائفي وديني وعقائدي، فبالتأكيد لا يمكن أن تفرز يعني برلمانيين وطنيين أو تفرز حكومة وطنية وحكومة تؤمن بمشاركة المواطن في القرار السياسي. فأما يعني ومتأكد أنه هو ما يتحدث فيه جماعة الميليشيات والقوى الإيرانية على وجودها في البرلمان، هو يقصدون قيادة رئاسة الوزراء، هو هذا المقصود، لأنه هي فيها بيدها القرار الأمني والسياسي والاقتصادي فيما يخص الكتلة الخارج عن إقليم كردستان العراقية الأخرى بما فيها بغداد والجنوب والغرب. هم يتحدثون عن هذا عن هذا المكان، لا يتحدثون عن كردستان. لكن الميليشيات وحدها لما تقول أنه إحنا سنأتي ونغير، هم يؤتمرون بأمر إيران، وإيران لا تريد أي تغيير بالشأن العراقي إلا ضياع العراق كهوية وطنية وتقسيم العراق على أساس طائفي لإضعافه وإنهاءه. وهذه نظرية استعمارية قديمة، هي نظرية فرق تسد أن يكون العراق مقسم بهذه الطريقة. الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي كان معنا عبر سكايب من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لكم سيدي على الانضمام. أستاذ نظير، كلهم يتحدثون عن مصطلح، جئنا من أجل إنقاذ العراق وجئنا من أجل محاربة الفساد. من أين تجذر الفساد أصلا لكي يحاربوه؟ بدقيقة لو سمحت. والله يعني هذا السؤال يجعلني يعني يأخذ بالي إلى أنه حينما يوجه السؤال
لوحدة مومس وتتحدث عن الشرف. هؤلاء حينما يتحدثون عن الإصلاح وعن محاربة الفساد هم كالمومس التي تتحدث عن الشرف. هم يعني هم من جلبوا الفساد وهم من جلبوا السرقات وهم من دمروا هذا البلد، ويريدون بنفس الوقت أن يأخذوا دور المصلح ومحارب الفساد والألباني لحضارة العراق. الشعب يعطيهم فرصة لا لا للتعديل لو أظن هذه الانتخابات ربما ستكون الانتخابات الأخيرة يعني لهذا النظام. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لحضوركم هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.